عليكم، هلا والله سهلا بالجميع، يسعد لي مساكم، مساء خير، توفيق من رب العالمين. شو اخباركم؟ ان شاء الله طيبين مستصحين انتم واحبابكم، ومن يعز عليكم الله يديم عليكم وعلي الصحة والعافية يا رب. اللهم صل على محمد. قصتي اليوم صديقتي طعنت ظهري، قصة شوية ضيق الصدر، اتمنى ان شاء الله تاخذون فائدة وتستمتعون. هذه واحدة تقول: من يوم تخرجت من الثانوي وبدخل الجامعة وأنا ألاحظ أنه في شخص يتعقبني، يعني يمشي وراه، يروح وراه، لطلعت من المدرسة يمشي وراه. تقول مدرستنا قريبة لبيتنا، يعني ما يحتاج أني أركب باص أو أني أخلي أحد يجي يوصلن أو يجي ياخذن من المدرسة. تقول أنا أطلع أنا ويا صديقاتي أو زميلاتي وكل وحدة تروح عاد لبيتها. تقول في واحد من الجيران، من عيال الجيران، يتعاقبن، يعني راقبن، يعني يمشي وراي. تقول بساقتي وين ما رحت، تقول ليه ما أدخل بيتنا. تقول تمر سنة وسنة الثانية ونفس الحكاية. تقول بآخر السنة اللي بالثانوية أنا فقدته، تقول ما يعني ما أشوف، ما صرت أشوفه زي قبل، يعني باستمرار إني أشوفه. تقول خلصت الثانوية وقدمت على الجامعة. تقول فترة، حتى فترة العطلة، تقول بالعادة إني أطلع من بيتنا للبقالة أو لأي مكان قريب إني أشوفه براس العاير، يعني براس الشارع، يعني براس الشارع، أنه يجلس ويا عيال الجيران كذا، مجموعة من الشباب يقفون يسولفون يتسامرون زي كذا. تقول إني يعني أشوفه معهم. تقول آخر سنة اللي بثانوية انقطع، ما صرت أشوفه معهم ولا ذا. تقول رغم إني مالي يعني ما له مكانة عندي، بس وشي فقدته، فقدت الشخص اللي دايما وراي كذا. تقول تمر السنين وتخرجت من الجامعة، تقول وتقدم واحد واخطبن. اللي اخطبه هذا هو نفسه هالشخص اللي كان يتعاقبه أو يمشي بساقته، والفترة اللي كان منقطع عنه كان بالدورة العسكرية واشتغل وصار يكون نفسه. فترة دراسته يوم تخرجت تقدم واخطبه. تقول الشخص نفسه رجال كفو ومصلي مسمي، تقول ما في أي عذروب إنهم يرفضونه أهالي. تقول تمت الموافقة تزوجته. تقول وأنا بالجامعة تصادقت مع واحدة من البنات، تقول صديقتي، وأتكلم معاه وصرت أتعمق معه بالسوالف، بحيث إني أي حاجة أتضايقن أتفرحن سر مخزن أسراري هي الإنسانة هذه. تقول حتى فترة بعد فترة زواجي صرت أتكلم له عن زوجي، فلان سوالي، فلان جابلي، فاجأني بهدية، دخل علي باقة ورد، طلعت أنا وياه نتمشى، جابلي ما أدري إيش. تقول كل أدق تفاصيل حياتي كنت أقوله هالبنت هذه أو صديقتي هذه. تقول حتى بأوقات اللي أنا أتزاهل أنا ويا زوجي كنت أجي وأستشيره، أقول له وتعلمن هي، تقول يعني نتناقش أنا وياه وتخطط لي إني كيف أراضيه أو كيف أخليه يراضين. بنفس الوقت أنا كنت أقول لزوجي عن صديقتي هذه، فلانة جابت، فلانة سوت، فلانة اليوم طالع شكله يجنن، اليوم لابسة ما أدري وشي، اليوم شعرها مسويته بالمشغل فلاني، اليوم كده. تقول كنت أقول لزوجي عن صديقتي وكنت أقول لصديقتي عن زوجي. تقول تمر الأيام ورزقنا الله بولد والثاني. تقول بعد فترة أنا أشوف زوجي بدأ يتغير علي. كل المشكلة هني أجي لصديقتي وأقول له فلان متغير علي، ما أدري صاير طلعاته كثيرة،
صاير ما يجلس بالبيت وسهرات، أكثرت سهراته. تقول وهي تقول لي لا أكيد إنه مشغول، أكيد إنه عنده ظروف، أكيد إنه ده. تحملي واصبري واحتسبي الأجر بصبرك، وتحملت. تقول كانت هي اللي تواسين على إني أصبر عليه، تواسين على ضيقتي إنه تغير علي. تقول والمشكلة صديقتي يوم ما أقول له مثلا اليوم زوجي عنده سهرة مع أخوياه وشكله بيتأخر بالرجعة، خلينا نتلاقى نويات توسعين صدري وتعذر. لا اليوم أهلي بيطلعون بطلع معهم، اليوم ما أدري إيش، اليوم عندي كذا، عندي ظروف، خلي بكرة، خلي بعدين. طبعا صديقته هذه كانت متزوجة وما وافقها الله وتطلقت. المهم تقول دائما أعذاره، تقول وأنا ما جاء على بالي شيء أبدا إن تكون مع زوجي، ما جاء على بالي أبدا. تقول لين إجا ذاك اليوم اللي أراد رب العالمين إنه يكشفهم. تقول ولدي ارتفعت حرارته. تقول أدق على زوجي ما يرد، أدق عليه ما يرد، وبيت صديقتي بالشارع اللي وراي. تقول شلت ولدي ورحت لما. تقول طبعا أنا أدق عليها ما ترد. تقول قلت كذا بروح بشوف إذا كانت هي موجودة، ولا إن شاء الله أوقف أي تاكسي أو ليموزين أروح لأقرب مستشفى. تقول وصلت عند بيته أنصدم، سيارة زوجي عند البيت. جاب سيارة فلان هنا؟ تقول أطق الباب. تكلم هي من عند الباب من؟ تقول ما رديت. تقول فجأة يفتح لي زوجي. تقول من الصدمة أنا كنت شايلة ولدي، طاح ولدي من يدي. تقول انذهلت انصدمت، زوجي بيت صديقتي ايش جابوا عنده؟ ليش؟ وش طبيعة العلاقة اللي بينهم؟ هل هي علاقة محللة ولا علاقة محرمة؟ تقول صارت الدنيا تدور بي وأطيح من غير شعور. تقول ما أصحي إلا وأنا بالمستشفى. تقول يوم صحيت وأنهار صياح، أنهار بس أصيح أصيح أصيح. تقول يوم دخل علي زوجي واضغط الجرس حق الممرضات، قلت الرجال هذا طلعوه من عندي ما أبيه. تقول جاء أبوي جت أمي، يقولون وش بيت عسى ما شر، وش فيت ما وش فيت. تقول ما أقدر أني أقول لهم شيء، أني ما أدري وش طبيعة العلاقة اللي بين زوجي وصديقتي. تقول جوا هالي وأخذون وودون للبيت. تقول جلست، جاء زوجي قال أني أنا متزوجة وعلى سنة الله ورسوله. تقول أسئلة كثيرة تدور براسي، أدور لها أجوبة، من متى وليش، أنا وش سويت، وش قصرت به، وش ناقصه من علشان يروح يلتفت الوحدة ثانية. تقول أسئلة كثيرة تدور براسي ما لقيت لها أي إجابة. تقول من صدمة من ذهلة من صديقتي اللي أنا أفضفض له وأقول له عن الشيء اللي بداخلي، شلون سمحت لنفسه أن تأخذ زوجي. تقول مسكته وجلست هاوش عليه وصارخ عليه وذا، قال أنت السبب، أنت اللي خليتيه زرعتيه بمخي زرعتيه بقلبي، من كثر ما أن استحبينه وتمدحينه صرت نفسي آخذه، نفسي يعني أتقرب له. قلت تقرب له بالحلال، ونفس الكلام يوم قالت أهل صديقته يوم أن جت تتناقش وتتكلم معه، قالت أنت يا السبب، أنت اللي خليتين أتمنى أني أتزوج واحد مثل زوجت، من كثر ما أن استمدحين عندي جاب لي حاط لي سولي. تقول حاجة أنا فقدته، أنا ما عشته لا مع أهلي ولا حتى بزواجي الأول. تقول إلين ما بديت أخطط وشلون أخليه
يتقرب لي. تقول بعدين تزوجته وترجع لزوجة وتهاوش هي وياه وتتكلم هي وياه وتطلب الطلاق منه، ورفض زوجة انه يطلقه. قال ما راح طلاق، ما راح طلقت، انا احبت وابيت وهي احبه وابيه، لكن طلاق انا ما راح اطلقت لا انت ولا هي. تقول واصر عليه واصر عليه، تقول اختار واحدة من ثنتين، يا انك تطلقني يا اني بخلعك. يوم شاف انه ما بفايده فطلقه. وبكذا تنتهي قصتي، واتمنى ان شاء الله انها تعجبكم. النصيحة اللي حابة اقولها بخصوص الموضوع هذا، حياتك مع زوجك بزينة وبشينة بحلوة وبمرة خط احمر، خليه زي الصندوق مقفل. كل يشوف حلاوة الصندوق بس ما يدرون وش اللي داخله. لا تخلين حياتك زي كتاب المفتوح اللي كل من جت قلبت للصفحة وتشوف وش هي حياتك. بكذا يا أن تزرعين بقلوبهم الحقد والغيرة بسعادة تتوهن مو بعيشات النفس عيشة تتفي حقد عليك ويغار منت، يا أن تزرعين بقلوبهن الحقارة والنذالة فيدمرنت بنصايح تخليك تتطلقين أو تدمر حياتك الزوجية. انتبهي، علاقتك مع زوجك لا تكون كتاب مفتوح كل من جاء قرأ صفحة.